صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشان عطله ذكرى عاشوراء لعام 1445 هجريه. وجاء في التعميم انه بمناسبه ذكرى عاشوراء لعام 1445 هجريه تعطل وزارات المملكه واداراتها وهيئاتها ومؤسساتها العامه يومي الجمعه والسبت الموافقين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين. من شهر يوليو 2023 وحيث أن هذه المناسبة تقع ضمن عطلة رسمية فيعوض عنها بيومي الأحد والإثنين الموافقين للثلاثين والحادي والثلاثين من شهر يوليو 2023